شوف واش خصو، قول لي اش خصك. ياك ما خاصك شي حاجه، جيب لي العصير في رمضان، جيب لي التفاح والبنان في العشيه، وراه ذلك حقك. الله طب تبرع. هادشي اللي كنقول لكم دابا ماشي عقريتو، قريتو شتو، قريتو شتو بعيني، شت الناس هادشي، شتو بالناس، شتو الناس كيديروا هادشي. اباه يقلب لي على الحفره، يقباه يقلب لي على الحفره، فين 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 يطيح هكا تدار لي لاش بيدير لي ياك. هو مهلي فيه، مهلي فيه وضحك معاه وكل شيء، وسميتو با يقول لي كلام ثاني الهضره اللي يهضر معاه، يقلب شي كلمه اللي خايبه اللي بضرو مزيان، ديك اللي بضرو مزيان هي اللي يقول لي. او مهلي فيه، هو مهلي فيه وسميتو واش خصك با هذه هنا هذه. وهاد الايام عام مؤخرا داه الحج والعمره، داهم الحج والعمره، تبرعوا مع راسهم، داهم العمره وجاو وعاود رجعوا من الحج. هاك هو يضحك وديما بخير وما خصو والو، ومبرع وشايط الرزق ويعطي للناس وهو ما عنده والو. هما ما عرفتش يا داكشي، سبحان الله. هكاك اللي الانسان يتهلا في والديه، الامور كلشي الامور ميسره وبخير، والكلام وكلشي اللي بيت تما كاع اللي بيت، سبحان الله. هو قاضي الغرض وشغلو كلشي مكاد، والبركه في وليداتو وفي الزوجه وفي الامور ديالو، في الحركات ديالو، في السكنات ديالو. انت اللي قال لك عاش كلمه نتاع قالها لك، هو سود عيش حاجه وقال لك شي كلمه ودرتها تربح حتى انت داك البلا اللي قال لك، هو هذاك صافي، حيت هو مبروك ومبارك عند الدعاء ديال الوالدين. نعم. فلذلك هذه المساله ديال الوالدين، انا علاش، لان الموضوع باش نجيب ليه الادله ونبقى نفصل فيه طويل، خصني ندير فيه ثلاث ايام حتى هو. ولكن انا بغيت نضرب من الفوق وندرج باش نفهموا هذه الغيابات عندي، كنضرب من الفوق. القضيه هكا دايره، ياك انت بغيت عاد تبرع، ياك انت بغيت عاد تكون بخير وتكون لابس وناش وبخير ومهني، حيت نعست نعس مزيان والوليدات بخير، وما تصدعك المراه وما يصدعك الاولاد ويكونوا طايعينك، بغيت تكون بخير. الا بغيت هذا الشيء كاين عند الوالدين، سير معاهم مزيان، تهلا فيهم، كرمهم، احسن ليهم، ما تخسر معاهم، ما ترضعي من الكلام، تهلا فيهم صافي. وهذا الشيء كلشي كاين، هذا الشيء كلشي غادي تلقاه، هذا الشيء كلشي اللي قلت لك غادي تلقاه. وإلا خسرت معاهم ما عمرك تكون كاين الناس، ما عمرك تكون كاين الناس. ياك انت بغيت تكون احسن من الناس، ما عمرك تكون على بحال الناس، ما عمرك تكون كاين الناس. حتى تجيب حتى للرقبه حتى تصافي تقرب سميتو وتفتح داك الشيء كامل. هذا الشيء شناه، الله يجازيكم بخير. والناس الاولين كيقولوا بالدارجه، الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. اللي شتو رابح راه من الوالدين، واللي خاسر راه من الوالدين، خسر مسكين. نعم. والعقوق كيبان على وجه مولاه، والرضا كيبان على وجه مولاه. اللي مرضي الوالدين كيبان لك، تشوفوا تقول هذا مرضي الوالدين، واللي خاسر الله يحفظ تشوفوا الله ينجينا، ويبان لك عليه ظلمات بعضها، ظلمات بعضها فوق بعض. فهاد مسألة الوالدين راه صعيبة واعرة، واعرة بزاف، نردوا معها الباب، ما تخسر تبن هذاك الباب، ما تخسروه، الله يجازيكم بخير. جوج بيبان ديال الجنة، جوج بيبان ديال الجنة، من أدرك أبويه احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنه فابعده الله. اذا عندهم هما سوارت، سوارت الجنه خلي انت كاع الدنيا، ما الدنيا راه ماشي الدنيا، الدنيا ديالهم، حياتك انت ديالهم هما، يديروا فيك اللي بغوا. اذا قالوا شي حاجه فيك حتى العيالات، المساله مزيانه، راه الكلام موجه للعيالات والرجال، الكلام واعر مهم. علاش موجه للعيالات والرجال؟ حيت بعض المرات المراه ما كتعاون الراجل باش يتهلا في امه وبواه، هو يبغي يمشي عنده نهار العيد ويتهلا فيهم ويفرحهم وهذا ويهزهم وهذه وهذه، والمرأة تجر الجيل الاخرى يمشي عند والدي حتى انا وبندير وبندير وكذا. راه هذاك الراجل الا خسر مع امه وباه، راه انت ما تلقاي ما ديري معاه مازال، يعني راه يخصك الحساب انت نيت. غير عاونيه، الله يجازيك بخير، عاونيه يتهلا في امه وباه باش يدي شي دعوه زينه، راح يدي الدعاء زينه وتفرجي انت وياه، تكونوا بخير انت وياه، تكونوا ناشطين انت انت وهي، تمشي للحج والعمره والفلوس وكل شيء يكون ميسر، كل شيء تيسر لكم بالدعاء ديال امو، بالدعاء ديال باه. وإذا جاب الله بقيتي تجري اللور، هو يجر عند باه وما تجري اللور، راه ما بقى حتى حاجه، يبيع يعود يبيع باش يشري الدواء في الباسين وما يلقاه، يدير هكا وما كاين حتى حاجه. نعم. هذا الشيء شناه الله يرحم الوالدين، شناه كاين هذا الشيء. نعم. ما عمرك كمل فيه القضيه تكون عندهم رجله والو تقول. فالله يجازيكم بخير، نتعاونوا كاملين كبار وصغار، نساء ورجال، نتعاونوا الناس على بر الوالدين. الوالدين الوالدين راه عندهم سوارة الجنة وعندهم سوارة الدنيا، سوارة الآخرة كاين عند الوالدين، تهلا فيهم صافي، حسن ليهم، بوس ليهم يديهم، بوس ليهم راس، ما حدك لقيتهم،
ما حدك لقيتهم. راه وجي واحد الوقت واخذ بيد عدي الدنيا كامله، واخذ بيد عدي الدنيا كامله غير باش ينوض بقى عاد تشوفو، عاد ينوض عاد يقول لك كلمه ويموت، ينوض عايس بقى ينوض يرمي من القبر عايس بك ويرجع ما تلقاه، مشى ما حدو كاين. اتق الله تعالى في ابيك وفي امك، وما تبنوا انت نتوما البر ديالكم على اش داروا معاكم. شي واحد كيقول لك راني ما دارت ليا، وراه با قال ليا، وديك النهار دارت من خويا، وش عطى ديك النهار خويا، وانا ما دار كذا، وعلاش حنا ولادو كاملين، وعلاش هذه عهد اخويا، هذيك عهد اخويا. واش قلت لك طلاق باك، سير انت لهي وخدم وجيب الفلوس وطلاق باك واسكت صافي وتسنى، راه با يجاوبك سيدي ربي، راه با يجيك الجواب، كلشي غادي تخلص ياك انت بغيت على الخلاص، خفت لا تضيع وما تضيع، با يجيك الخلاص وبتكون بخير وعلى خير، وبتكون تحسام هذاك اللي عطاه كاع هو. ولكن الى جاب الله صبرت، الى صبرت وطليت في ابيك وفي امك، نطلب الله يتقبل منا ومنكم. اذا تكلمنا في جوج المواضيع اليوم، اللسان وعر، والوالدين واعرين، نغضوا معاهم البال الله يجازيكم بخير. اذا الان غادي نبداو ان شاء الله عز وجل، الناس ديال الجمعيه يبداو كما سمعتوا البارح الله يجازيكم بخير، بسم الله تفضلوا. قلنا اليوم غادي نجمعوا الفقيه اللي كيقري الطلبه والمحاضريه ديالو، الفقيه والمحاضريه اللي كيقراو القران، حفظات القران اللي كيحفظوا القران، طلبه العلم، بغينا نجمعوا لهم اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى شي بركه باش مسخاكم الله، كل واحد باش مسخ الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نطلب الله تعالى يجعل ذاك الخير في ميزان حسناتكم، نتعاونوا معاهم ونفرحوهم باش حتى هما يزيدوا لقدام ان شاء الله ويحفظوا، وحتى هما يكونوا نور الناس اللي جايين، يكونوا نورا وهدى وبركه للناس اللي جايين مورانا، كما هاد الفقهاء اللي كاينين ضروب، كان الناس بحالكم بحال هكا هما اللي صرفوا عليهم، وهما اللي نعم وكلوهم وشربوهم وقراوهم تقرا، وها هما الحمد لله نور، نور للناس اليوم، وهذو حتى هما يقراوا ان شاء الله باش يكون النور القدام بحول الله سبحانه وتعالى. فانتبه الله تعالى هذه الصدقات ديالكم والتبرعات ديالكم اجعلها في ميزان حسناتكم وينفع بكم بها يوم القيامه انه سميع الدعاء. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المساله مهمه جدا ناكدوا عليها باش نختموا ان شاء الله تعالى، وهي التيسير على المعسر، تيسير على المعسر. قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. احنا كنا قلنا ذاك النهار تكلمنا في الدين، والدين راه الانسان ما يمشي ليه الدين الا راه دوزنا الكلام ذاك النهار، الا بغيت تموت بالجوع ما تمشي للدين، ما تستاذن، ما تسلف، ما تكلف. الدين قلنا سواد الخدين ولو من نقدين، الا مشى حتى شي واحد قال لك اعطيني داكشي اللي كان سالك راه انت ما تيتراجل صافي، راه تقادت تما تقادت ترجليت، الا قال لك اعطيني داكشي اللي كان سالك. خص الانسان يمشي في الدنيا وما يسالو حد والو،